عزيزة السهروردي، كنت فلاح وكان كبر الدراج، عندي 6 الوليدات في عمري 34 عام. سميتي طعمو، طعمو الرقيق الزقلي، ساكنة في داك الفتاشة العتامنة، ثانية برقيق. ما عرفتش شحال عندي، عندي لاكارت، لو بغيتي لاكارت شوفي. وأنا باش نقول لك كنعرف لها داكشي ديال العمر ما عندي فيه داكشي. من نهار مات راجلي تحملت مسؤولية الفلاحة، ولا كان بواحد الخلع وواحد الخوف وواحد الدهشة وواحد يعني واش نقدر نخرج في هذه، واش نقدر نصاوب هذه، واش قدرت تصدق لي هذه. واحد المدة ولا في التعود، تعودت على نخدم عادي، ماشي نخاف ولا ندهش ولا. كنزرع شمنظر، كنزرع الزرع، كنزرع الربيع، كنزرع الفصة، ونهار كيحيد الماء صافي راه كيحيد هادشي. كدوز عندنا الصيف خاوية، الأرض كتبدا تاني دار الحرث، كنميزرو وكنبداو تاني نحرثو. كان كربل بنيتي في شمنظر، كان نداووه، كنسقوه، كنحرثوه، خدامة عن بوحدي، عن وحدي، وأنا خدامين بنتي في هادشي ديال الفلاحة. كنحرت بوحدي، كندخل الموتور، كنحرات، كندير شمنظر. كتولف عادي بحال شي واحد خدام شي خدمه في بيرو كيفيق يمشي يديرها بحال كذلك ومثال. يعني نخدم خدمه خاطري انا انا براسي ما قدرش نخدم خدمه ديال الحبسه، فضلت الفلاحه على الخدمه. انا تعرضت عليا خدمه باش نخدم في الثانويه وما قدرتش، ودابا كنحمد الله ونشكره بهذا الفلاح. كنطلب من الله نبقى غدا بحال هكا حتى النهار. شوف سيدي ربي واش غيدير، تقاضى العمر، تقاضى الصحة، الله أعلم. وأنا هدا شحال وأنا خدامة في الفلاحة، مات الراجل خلى لي الولاد الصغار، خلى لي كل شيء، وتبعت الفلاحة باش كندور شوية منوك البهي مات وداك الشيء باش نعيش لوليداتي، 7 الوليدات. ولا شاطش لينا فيه، كنشدو دوك فليسات اللي كيشيطو لينا كنتعاونو بيهم باش نعيشو شوية وصافي. هاد اللي كاين هو هذا، ما شاطش لينا، ما عندنا ما كنديرو والو. صعيب تواجهي الناس، صعيب تواجهي الناس حيت هما اصلا عقليتهم مريضه، ما كيولفوك على واحد العادات. يعني علاش هي كتخدم، علاش هي كدير، علاش حتى بيت راقد وهي بيتها كتسقي، حتى بيت راقد وهي بيتها في السوق وصابحه هنا. شو فهمتي؟ يعني بنادم ماشي ما مقادش. واش غنديروا بنيتي؟ لا ما خدمناش، اش غنديروا؟ حمدنا الله وشكرناه. مات با مخلى من صغار، راني كنت تعذب على قبل هذوك الوليدات باش نعيشهم، باش اش غديري؟ لما تعذبتيش وخدمتي ودرتي ما غديري والو. وهاتي غتمشي للمدينه تعيشي فيها، غدي الوليدات، دي كل شيء، اش غيصير عليك؟ ها الفايده في هذاك السير، هاتي مشيتي للمدينه كاع، ما عندك لا خدمه غتشديها مرسمه فيها، ما عندك والو. عندك دابا هذيك الفليحه كتخرجي تخدميها تفلحي فيها، وديك البهيمه فحال هكايا لحقتي بيها تبيعيها. صافي هذا اللي كاين هو هذا باش تعيشي. الاغلبيه كتلقايهم اللي ما كيخدموش، اغلبيه اللي يعني نفسيته بارده ما كيخدمش. كنهضروا كنهضروا على الدراري، كنهضروا على قرايتهم، كنهضروا على خدمتنا، كان صافي حتى كنساليو في العشيه كنتفرقوا، الغد ثاني كنتلاقاو. كنخدموا نص نهار في هذيك اللقطه غير من شي الوحده للعشيه. باش نبقى مرتاحه، لا جيتي تدوي مع راجل وتقي مع الصبا معاه تي لا تضري. كنتهدن، كنشد حقي دوك السويع ديولي، كنضربهم انا وبنتي نحولو. كاين مره اللي كنحولو في الليل 3 مرات 4 مرات كنحولو في الليل، حنت الماء عيان، ما عندناش الماء، عندنا عيان في واحد البورنيه تما عيان. هذا فاش كنبغي المراه ديما تكون قاده براسها وما تستنى حتى شي واحد، اللهم يدها في جيبها ولا تسنى شي واحد اخر. وكنقول لهم تتما تفلحوا تتما ديروا، واش نقول لهم انا؟ معدي كيسولوني نيت كيشوفوا شي حاجه عندي مزيانه تاع شمنظر، كيقول لي تيش كديري لي؟ كنقول لهم كندير لينا نكريك الملح الدواء، كنداوي داكشي ما كنبطلش عليه، كتبان لي فيه شي حاجه كنداوي، ما كنخليش الحاجه انها تكثر لي على شمنظر.